أول ما استلم طارق الفيلا في الدمام من الوطنية للإسكان على طول انضم لجروب الحي في الواتساب. طبعاً مجتمع حيوي وسعيد ومتصالح مع نفسه ومحيطه بسبب الخدمات المتكاملة، ملاعب، حدائق، مدارس، أسواق، مطاعم، مقاهي وكل المرافق اللي تعزز الحياة الكريمة. طارق بالنسبة له كنبة في بيت ملك أفضل مليون مرة من شقة كاملة مستأجرة. خلينا نسمع ونشوف إيش يقول طارق. أنا طارق جغدمي من سكان مدينة الدمام، موظف حكومي، متزوج وأب لطفلتين. جلست مع أحد أصدقائي وعلمنا على المشاريع الوطنية للإسكان. تفاجأت بتنوع التصاميم على حسب الأذواق. الإجراءات كانت جداً سهلة والحمد لله أني قدرت أختار الوحدة المناسبة لي ولعائلتي وقدرت أني أتملكها في فترة قصيرة والحمد لله. اخترت مشاريع الوطنية للإسكان بسبب أسعارها التنافسية للأمانة، يعني سعر تنافسي مقابل جودة وضمانات ممتازة جداً. بمبلغ بسيط أضفته على مبلغ الإيجار قدرت أتملك الحمد لله فيلا بدورين وقدرت أني أحقق حلم عائلتي وأطفالي. أول من دخل البيت كان أنا وبنتي الكبيرة كيان الله يحفظها وبنتي الثانية. كنت أشوف الغرف، يعني كنت أشوف ملاحظات التسليم، خلصت منه وكل شيء بالقوة مشوا. عيو رفضوا يمشون، إذا شلتهم من تحت طلعوا فوق السطح، يعني حصلوا لهم. هذا من الكلام اللي أقول أنه حصلوا مساحة يطلعوا طاقتهم فيها للأمانة. بالنسبة للنقل البيت هو ما اكتمل بشكل كلي إلى الآن، ولكن الأهل ما قدروا يصبروا للأمانة، هذا وعادي ناقلين لو بجزء من الأثاث، وبقية الأثاث إن شاء الله حيجي وحنا موجودين هنا. وبنتي الكبيرة كيان الله يحفظها كانت تحلم بغرفة إنها تقدر تخلي الغرفة كاملة الشخصية المحبوبة لها اللي هي إلسا، فأنا حقق لها حلمها وأجيب لها أو أجيب لأطفالي وعائلتي اللي يتمنوا. خلاص فبديت المشوار بتحقيق الحلم أو بسعادتهم بخطوة، والحين أنا قاعد أكمل. حلو؟ هذه الغرفة كلها صارت حق كيان، بس تقدري تنامي ما حد يزعجك. ما حد يفتح ولا حد يصحيك، عندي. خلاص؟ يلا هك بابا. لما أشوف أولادي قدامي في البيت ويلعبوا ومبسوطين أحس إني سويت إنجاز كبير، إنجاز جبار. أحس إني أنا ما شريت فيلا دورين، أحس إني شريت قصر. ركزوا معايا، طارق بس زاد 400 ريال على إيجاره الشهري وحصل فيلا دوبليكس، لأنه مشاريع الوطنية كانت تقدم أسعار تنافسية تناسب جميع القدرات الشرائية. والأهم من هذا إنه جميع الوحدات السكنية مهما كان سعرها لها نفس جودة البناء والضمانات. مبروك لطارق وحياك في دارك.